الممثلة كريمة بنزيان المعروفة بسلسلة مسعودة قالت عن ريما التي سافرت إلى لبنان لتتقدم لخطبة حبيبها السوري أن هذه المرأة ما تمثلناش وما قامت به مساس بالمرأة الجزائرية، حيث طالبت السلطات الجزائرية بالتحري في هذا الأمر. السلام عليكم، أنا بنزيان كريمة المعروفة بالممثلة مسعودة. انا جيت عمري ما دخلت في امور، ولكن مساس بالمراه الجزائريه مش كيما هاك يا اختي. انتيا اللي رحتي لبنان ما تمثليناش، حنا بنات الجزائر احرار، حنا ناضلنا في الثوره وجبنا الاستقلال، جداتنا والشهيدات الواجب الوطني، باش تجي انتيا عار علينا بتكوني ديري هذيك الفعله؟ لا، حنا من حنايا جدودنا ما رقعوش الركوع الا لله. حنا دولة تاعنا عندها هيمنه سياسيه كبيره، حنا انتيا ما تمثليناش ما تمثليش الجزائريات الحرام. ماذا بيا السلطات المحليه الوطنيه تتحرى في هذا الامر، تتحرى، هذه سوسه المغروسه لاهانه المراه الجزائريه، ونطالب بالسلطات التحري تحري وما تمثليناش ما تمثليناش. قبل أن ينتهي الفيديو اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا زر الجرس ليصلكم جديدنا.